باش نديرو هاد العبايه غنبداو نطراسيو العنق هو الاول، غادي ندخلو بسبعة سنتيمتر ونهبطو دو سنتيمتر لتحت ونديرو واحد التقويصه. من بعد نشوفو عرض الكتاف ونقسمو على جوج، هنا مثلا عندنا 22، وانطلاقا من ديك النقطه نهبطو ب 25 سنتيمتر اللي هي طول الصدر، ونطلعو بخط حتى الفوق ونطيحو الكتاف ب 3 سنتيمتر ونلاقيوها مع العنق. من بعد نشوفو شحال عندنا في العرض ديال الصدر، يعني دوران الصدر مقسوم على 4، هنا عندنا 30 سنتيمتر ونلاقيوها مع ديك النقطه. نطلعو انطلاقا من ديك النقطه بجوج سنتيمتر وندورو دوران خفيف باش نديرو التقويره ديال اليد. انطلاقا من العنق غادي نهبطو ب 40 سنتيمتر اللي هو طول الخصر، 40 سنتيمتر هي قيمه ثابته، ديما نهبطو ب 40 سنتيمتر ونشوفو شحال عندنا في الخصر. وهذاك الدوران ديال الخصر نقسموه على 4، وهاد العبار اللي لقينا نحطوه، مثلا عندنا لقينا 28، ناخذ دابا طول ديال الارداف من الفوق دائما من نقطه العنق نهبطو ب 60 سنتيمتر ونشوفو العرض مقسوم على 4 ونلاقيو النقط بثلاثة، نقطه الصدر مع الخصر مع الارداف، ونهبطو بشكل عمودي حيت هاد العبايه هي عبايه كتجي ضغوات ماشي ايفازي. ونشوفو الطول النهائي اللي عندنا انطلاقا من نقطة العنق، هذيك نقطة العنق هي الأساس ديال العبار كامل. نهبطو شوفو شحال عندنا في الطول، هنا مثلا أنا خديت 1.42 على حساب الطول ديال كل وحدة، ونطراسيو. ومن بعد ندوزو باش نقطعو الموديل ديالنا. هنا غادي ندوزو باش نطراسيو لكم. انطلاقا من التركيز اللي كان عندنا في الاول، غادي نحسبو هذيك المسافه والعدد اللي لقينا نقسموه على جوج باش نشوفو القيمه اللي غنهبطو بها. من بعد غندورو واحد الخط ونشوفو تاني هذيك القيمه، ونجيو حتى للراس من القنت حتى القنت، ونجيو من هذيك النقطه انطلاقا من ديك النقطه ونقلبو على القيمه اللي لقينا. مثلا لقينا 28 ونطلعو بخط حتى الفوق، من بعد نقسمو هذيك المسافه على جوج ونديرو نقطه، وهذيك المسافه حتى هي نقسموها عاوتاني على جوج ونديرو نقطه، ومن بعد تاني المسافه اللي الفوق نعاودو نقسموها تاني على جوج. انطلاقا من هذيك النقطه نطلعو بواحد سنتيمتر، طلعو تما بواحد سنتيمتر، وتما نزلو ان سنتيمتر ونلاقيو النقط. بهاد الطريقة نحصلو على الدورة ديالكم، نلاقيو النقط كاملين باش نحصلو على الدورة ديالكم. من بعد نشوفو شحال بغينا في الطول ديالكم. هنا بالنسبة لي انا خديت 60، كل وحدة على حساب الطول ديالها، وخديت من بعد أعرض لكم من تحت، أنا خديت 15، ما بغيتش لكم يجي مزير وما يجيش واسع بزاف. 15 فيها قيم الخياطة وفيها كل شيء، ونلاقيو النقاط بجوج. ومن بعد ندوزو باش نقطعو لكم. دابا ندوزو باش نديكوريو الكمام ديال العبايه ديالنا. انا اختاريت باش
نديكوريها بهاد الباندات اللي صوبتهم من توب اخر اللي فيهم عرض ديالهم 4 سنتيمتر والطول ديالهم هو طولكم. كنطويو 1 سنتيمتر من كل جهه وندوزوهم بالمصلوح ولا بلا فيغاو باسي، ومن بعد نحاولوا نلصقوهم بالماكينه. وقبل ما نلصقوهم يا اما نديروا لهم لي سيبانغل ولا ندوزوهم بالبر والخيط باش يجيونا ساهلين. قبل ما نفيكسيو هذوك الباندات اللي درنا غادي نحاولوا نتراسيو المنتصف ديالكم باش يجينا ساهل. غادي نتراسيو بالكخي المنتصف ديالكم من بعد ما تنينا الكمام بربعة، من بعد ما حددنا المنتصف ديالكم درنا واحد جوج ديال الخطوط عمودية اللي كتكون موازية لهداك الخط اللي في الوسط اللي كتبعد عليه بان سنتيمتر. هاد الخطوط هي بعيدة على المنتصف بواحد سنتيمتر من كل جهة. نجيو دابا ونفيكسيو هادوك الباندات اللي تصيبنا، نديروهم ببروخيط واللي قدر يديرها بلاش يديرها. هنا غادي ندوزو باش نلصقو الكم ديالنا، نحدو المنتصف ونلصقوه مع المنتصف ديال الكتاف وندوزو واحد الخياطة من الراس ديالكم حتى للراس. انا كنعتذر الصورة غير واضحة. هنا غادي نحاول ندوزو بواحد الخياطة جانبية كتبعد بان سنتيمتر باش نلاقيو الكم. كنعتذر ما قدرتش الفيديو مشى ليا تصوير ديال على حساب الرقبه وباش نلاقي العبايه، غادي ننزلو في فيديو اخر ان شاء الله. هنا غادي نلاقي لكم ومن بعد ندوزو باش نكملو العبايه كامله.